عن الصيف المرح والفرح والانبساط فيه مع المزيكا حاجة جميلة، والبحر مرتبط بالمزيكا. وإذا هنتكلم عن البحر يبقى هنتكلم عن مهرجان العالمين، ونتكلم على الأداء المميز والفعاليات الكبيرة اللي بيشهدها الجمهور والمعجبين بالعروض المختلفة والحفلات الكتيرة وأشكال الترفيه المتنوعة اللي موجودة في المهرجان. يعني أما يكون في سباق هجن في المهرجان الحقيقة يعني برضو شيء مختلف مميز دخل على المهرجان في كل سنة إضافة. يعني إضافة مختلفة إن المسرح الروماني بمدينة العالمين الجديدة يقدم فرق غنائية زي كود مصر وهاي ودعم وحافظ وبستان اللي لهم جمهورهم واللي لهم طابعهم المميز واللي كان في تفاعل كبير معاهم خاصة في الأغاني والمزيكا اللي قدموها. أكيد ده يعني برضو مصدر من مصادر السعادة والبهجة. الواحد بيبقى طالع مصيف أو رايح علشان واخد أجازة علشان يعني يعيد نشاطه مرة تانية، فيعيد نشاطه ببحر وخروجة حلوة ومزيكا حلوة وقعدة حلوة مع ناس حلوة، فالدنيا كده كلها على بعضها، يرجع شغله بقى يعني كله سعادة وانبساط. هيروح يبقى يعمل كل حاجة، يعني هو هيروح البحر موجود والحفلات هيقضيها، الحفلات الموجودة في مهرجان العالمين هتغطي كل الأذواق، كل المطربين موجودين، كل الاهتمامات هيلاقيها، وغير كمان الفن الموجود هتلاقي حاجات فعاليات وندوات، كل حاجة موجودة في مهرجان العالم عالمين. وهو فعلا العالم عالمين يعني الكل يستمتع وكل اللي وقته يسمح وظروفه تسمح ان هو يروح، بالتأكيد دعوة الكل يروح العالم عالمين، وكل حاجة موجودة هناك وجاهزة علشان يكون الأجازة بتاعته سعيدة إن شاء الله. ومعانا هنا نتمنى لحضراتكم بالتأكيد تتابعونا كل يوم علشان تبدأوا يومكم يوم سعيد.